تتابعنا في نشرتنا بعد الفاصل. نيجير فان بارزاني يعقد اجتماعا خاصا مع قيادات قوات البيشمركة. والانتخابات وتشكيل حكومة والمهاجرين محاورة لقاء رئيس الأقليم مع السفير ماتيلا سيلا. ومسرور بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي في العراق الوضع العام والعملية السياسية وهجمات داعش الأخيرة. طحنون بن زايد يلتقي في طهران علي شمخاني لبحث العلاقات وقضايا أقليمية. والحكم على زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بالسجن 4 سنوات. وفي مهرجان القاهرة السينمائي المصري محمد ممدوح أفضل ممثل، وفيلم المكسيكي يفوز بالهرم الذهبي، ومرسيدس مايباخ S680 فخامة بلا حدود.